وكما قلت أفتى بجواز أخذ الربا من الكفار الحربيين. وقد رد الشافعي على من يقول بهذا القول كما بينه الزيلعي في نصب الراية المجلد الرابع صفحة 44، بل ذكره الشافعي في كتابه الأم المجلد الثامن صفحة 358. قال الحبشي: ضع مالك في بنك ليس له مساهم مسلم، بل يكون كل المؤسسين كفارا، ضعه هناك وخذ عليه فائدة. هذا إذا أردت أن تستفيد، إذا أردت أن تستفيد، فإن تحققت الاستفادة فإنه يجوز. فما يبقى إلا أن نسمي الربا فائدة حتى تتحقق الاستفادة ويصير الربا جائزا. وكذلك في مسائل الزكاة، قال الزكاة هذه ليست مطلوبة الآن، لأن الزكاة على الذهب والفضة، فإذا كان عندك ذهب وفضة زكي، أما إذا كان عندك أموال نقدية أوراق نقدية فأنت لست ملزما، في قول العديد من العلماء لست ملزما بدفع الزكاة، لأن هذه ليست هي الزكاة التي ذكرها الله في القرآن. فإذا كان عندك 10 ملايين دولار مثلا فلا تزكي عليها، لكن إذا كان عندك قطعة ذهب صغيرة فيجب عليك حينئذ أن تزكي عليها. وأجاز للمسلمين سلب أموال الكفار ولو بطريق القمار كما في صريح البيان صفحة 133، بل ومراهنته، وإن كان قد حرمه في الابتداء في حق غير الكافر. وقال عدنان طرابلسي: ونمد يد الخير إلى جميع الناس المواطنين من مسلمين ومسيحيين وعلمانيين، نمد يد الخير إليهم، إلى المسيحيين وإلى العلمانيين. ولكن في الحقيقة تجد أن يد اللطش هي التي يمدونها وليست يد الخير، لأنهم أجازوا سلب الكافر، سلب غير المسلم، سرقته، مراهنته، فأي خير يد خير، فأي يد خير يمدونها إلى غير المسلمين. وسئل عن رجل سرق